السلام عليكم ورحمه الله تلاميذي الاعزاء، ان شاء الله راكم لاح، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. معكم الاستاذ قسوم، يتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. احبتي تلاميذ، هذا الفيديو جبنا لكم اول نموذج مقترح في ماده التاريخ والجغرافيا لاختبار الفصل الثاني. ما تنسوش بدايه تابعوا المقطع بزر الاعجاب، لكم جدد في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ليكيب. ما بقناش بزاف البيام، لازم تكون فينا طاقه ايجابيه باش نفرحوا والدينا نهايه السنه. والاستاذ قسوم راح يبقى معكم حتى الدقيقه الاخيره حتى تجيب البيام وتجيب علامه مليحه في ماده التاريخ والجغرافيا وتدعي لنا بالخير. يلا ليكيب نبداو مع ماده التاريخ بلا ما نطولوا عليكم. الوضعيه الاولى، رتب الاحداث الاتيه حسب التسلسل الزمني او حسب تسلسلها الزمني. ليكيب كي تلقى سؤال من هذا القبيل، يعني هذه الاسئله طرحوها بزاف لي بيام اللي جازوا في الشهادات، كتما رتب الاحداث حسب التسلسل الزمني، يعني هذا عباره عن سؤال مقسم الى سؤالين. السؤال الاول رتب حسب التسلسل الزمني، رتب الاحداث هذا امر، حسب التسلسل الزمني امر ثاني. حنايا معليش عطاونا اربع احداث، قال لك هذه الاحداث رتبها، شكون تجي الاولى، شكون الثانيه، شكون الثالثه، شكون الرابعه، وزيد دير لها التواريخ. رتب رتبها من واحد للربعة حسب التسلسل الزمني، قال لك دير لها التواريخ دياولها. لكن ما نتقلقوش، حنا بالعقل واش نروحو نديرو في البداية، نروحو نديرو لهم تواريخ. كي نروحو نشوفو السنوات نقدرو نرتبو من الواحد إلى الأربعة. يلا لكن نبداو. عندنا حركة انتصار الحريات الديمقراطية، هذه واسمها حزب الشعب، فقط تبدل اسمها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وانت أسوها زعماء الاتجاه الاستقلالي الثوري، أسوها في 2 نوفمبر 1946. الحرب العالميه الثانيه خلاصت في 45، ف 46 اسسوا هذه الحركه. اللي كيف عندنا بعدها حزب الشعب الجزائري اللي كان هو هذه الحركه، فقط تغير اسمه. وانت اسسوا هنا كذلك زعماء الاتجاه الاستقلالي، اسسوا في 11 مارس. اللي كيف هذو التواريخ نشفوا عليهم مليح لانه يتعاودوا بزاف في الشهاده وفي اختبار الفصل الثاني 1937. عندنا الحدث اللي بعده تأسيس المنظمة الخاصة أو المنظمة السرية، أسسها محمد بن وزداد في 15 فيفري 1947، يعني بسنة بعد حركة انتصار الحريات. وعندنا آخر حدث اللي هو اللجنة الثورية للوحدة والعمل. ليكيب كي تسمع الوحدة والعمل، اللجنة الثورية حضرت لثورة تحريرية بعقد لقاءات، وين تأسسوها؟ أسسوها 1954، سنة اللي تندلع فيها الثورة التحريرية، بالتحديد وين تاليكيب 23 مارس. هكذا ليكيب صح. دوكا راني درت الايام والاشهر والسنوات، حنا ليكيب نعطيك دوكا هنا في هذه اللحظه نعطيك ملاحظه، الملاحظه هذه تفيدك بزاف، تكون ذكي تتعامل مع هذه الامور. شوف كاين بعض الاساتذه المصححين في الشهاده اللي كي تكتب له التاريخ برك صحيح تاع الحدث يعطيك العلامه الكامله، وكاين بعض الاساتذه لازم يشوف السنه والشهر باش يعطيك العلامة الكاملة، يعني اليوم تقدر ما ديروش. انت كونك ذكي، إلا كنت حدث معين تعرف اليوم والشهر والسنة وراك متأكد منهم حطهم كامل، إلا ما كنت متأكد من اليوم دير الشهر والسنة فقط، إلا ما كنت متأكد من اليوم والشهر دير غير السنة، ربما تلاقى مع هذو الأصناف تاع الأساتذة ويمدوا لك العلامة الكاملة. المهم الحاجة الخاطئة اللي ماكش متأكد منها ما كان لها تحطها على ورقة الإجابة. يلا ليكيب نروحوا، عندنا 46 37 47 54، شكون اللي يجي الاول؟ حزب الشعب الجزائري من اصغر سنه ونروحوا الى اكبر سنه، هذا حدث رقم واحد، انا رتب الاحداث كما قال لي. حدث رقم اثنين وشنو هو؟ هذا الحزب راح ينقلب بيولي اسمه حركه انتصار الحريات، هذا الحدث رقم اثنين. حركه انتصار الحريات حبت توجد لثوره تحريريه بتاسيس المنظمه الخاصه ثالثا، ثم المنظمه الخاصه كيفاش جات؟ كذلك شكلوا ثوريين جزائريين اللجنة الثورية للوحدة والعمل، هذا الحدث رقم أربعة. يلا ليكيب نروحوا إلى الوضعية الثانية بكل حماس وبكل طاقة إيجابية، هكذا إن شاء الله باش نفرحوا والدينا. أكمل الجدول الآتي. عندنا ليكيب هذا الجدول راني درته في بعض النماذج وراح نزيد نديرو، علاش؟ لأنه الأساتذة بزاف يحطوه قراب قراب، ما تصوروش هذا الجدول كيفاش يحطوه. ما في شهادة تاع المتوسط حوالي متكثر أو متكرر واحد زوج مرات ولا ثلاثة، هكذا ليكيب صح. الاتجاه زعيمه المطلب الرئيسي، حنا شفنا باللي اللي مثلوا الحركه الوطنيه خمس اتجاهات، هكذا عندنا الشيوعي، عندنا الثوري الاستقلالي، عندنا اتجاه المساواه، وعندنا الادماجي، وعندنا الاصلاحي، ولكن هذوما ثلاثه ليكيب هما اللي يطيحوا بزاف. اعطيناكم نموذج عليهم.
نشوفوا هذه الخانة الأولى، قال لك الاستقلالي الثوري، من هو زعيمه؟ ميصالي الحاج ليك، ما ننساوش هذه الأمور سهلة بزاف، ميصالي الحاج هو اللي قاد الاستقلالي الثوري، واللي كانت عنده أحزاب مثل حزب الشعب وحركة انتصار الحريات ونجم شمال إفريقيا. يلا نروحوا للمطلب الرئيسي ليك اللي كان يطالب به، واش اسمه الاتجاه؟ ما الاتجاه تجبد المطلب؟ اتجاه الاستقلالي، واش كانوا يطالبوا؟ ماشي الاستقلال السياسي، الاستقلال التام. ديروا لنا ليكيب الاستقلال التام، يعني طرد المستعمر الفرنسي من البلد. روحوا احبتي التلاميذ الى ثاني اتجاه، وطونا فيه الزعيم اللي هو فرحات عباس. ليكيب فرحات عباس من بين الجزائريين اللي درسوا عند فرنسا وتشبعوا بالحضاره الفرنسيه، وكانوا يشوفوا انه من باب النهوض بالحضاره الجزائريه انه الجزائريين يرتبطوا بالمجتمع الفرنسي، وهذا خطا كبير. وأدركه فرحات عباس والجماعة اللي كانوا يؤمنوا بفكرة الإدماج. بعد اندلاع الثورة كانوا مع الرجال الثوريين وعرفوا باللي فرنسا ما يليق معها إلا السلاح. فرحات عباس ليكيب كان حاب يربط المجتمع الجزائري بالمجتمع الفرنسي، قلنا من باب النهوض بالحضارة. كي تسمع كلمة يربط، هذا نسميوها إدماج أو إذابة المجتمع الجزائري في المجتمع الفرنسي. واش نسميوه هنا الاتجاه ليكيب؟ الاتجاه الإدماجي بين قوسين ماذا؟ الليبرالي. كي تسمع الاتجاه الإدماجي قلنا من الاتجاه خرجوا المطلب. هنا واش من المطلب؟ كان يطالب بالإدماج، إدماج المجتمع الجزائري بالمجتمع الفرنسي، وكذلك المساواة، كان يطالب بمساواة بين الجزائريين والمستوطنين في الجزائر. يلا ليكيب نروحوا إلى ثالث عنصر اللي عطاونا فيه المطلب الرئيسي اللي هو الدعوة إلى كيان جزائري مسلم. كي تسمع مسلم، شكون كان يمثل الدين الإسلامي وحايبين يصحوا العقيدة في عقول الجزائريين وغير ذلك، حربوا الشرك، حربوا الخرف البدع، شكون هذوما ليكيب؟ زعماء أو أصحاب عبد الحميد بن باديس. نروحوا نكتبوا لهنا ليكيب الزعيم عبد الحميد بن باديس. وعبد الحميد بن باديس كان زعيم الاتجاه الإصلاحي، أراد إصلاح الدين الإسلامي والعقيدة في عقول الجزائريين. الإصلاحي بين قوسين واش من الدين؟ الإسلامي، إصلاح الدين الإسلامي. روحوا أحبتي إلى الوضعية الموالية. الوضعية الثالثة واش تقول؟ السؤال الأول، كيف تحولت أزمة حركة انتصار الحرية الديمقراطية إلى سبب في تفجير الثورة؟ ليكيب حركة انتصار الحرية الديمقراطية هاي اللي تكلمنا عليها، سنة 1953 صار فيها انقسام. جماعة كانوا يقولوا باللي القيادة تاع هذه الحركة راح تبدا راح تكون فردية إلى الأبد، وشكون رشحوا باش يترأس هذه الحركة؟ يعني هو كان الرئيس تاعها اللي هو ميصالي الحاج. قالوا باللي ميصالي الحاج هو الأب الروحي تاع الحركة الوطنية، راح نبقاو على مع فرنسا 200,000 سنة، راح يبقى 200,000 سنة هو الزعيم تاع هذه الحركة. في حين الجماعة المقابلين اللي اسمهم المركزيون، أعضاء اللجنة المركزية، قالوا بلي القيادة ليكيب لازم تكون قيادة جماعية، قالوا لهم بلي واحد يخطئ ويصيب، لازم تكون قيادة جماعية. في حين ظهر واحد الناس طرف ثالث اللي اسمهم المحايدون أو الثوريون، هذوما الجماعة ما دخلوش في الصراع، ما كانوا مع هذو، واش قالوا لهم؟ قالوا لهم يا جزائريين ما لازمش نضربوا في هذا الوقت، واش لازم؟ لازم نتحدوا باش نطردوا فرنسا من بلادنا باش بالعمل المسلح. هذوما الطرف الثالث اللي كيف كانوا يأمنوا غير بالعمل المسلح. صح، ومن بعد شكون تفاهموا باش يديروا ثورة تحريرية؟ تفاهموا الحياديون اللي هما الثوريون كانوا مؤمنين بالثورة التحريرية والعمل المسلح، وتفاهموا معاهم كذلك المركزيون اللي قالوا القيادة لازم تكون جماعية. والجماعة تاع اللي كانوا مع ميصالي الحاج قيادة فردية وكانوا بقاو يأمنوا بالعمل السياسي، بقاو يتخايلوا وحدهم. يلا ليكيب نروحوا واش نقولوا لهنايا؟ كيف تحولت أزمة حركة الانتصار إلى تفجير الثورة؟ نقولوا بعد حدوث الانقسام في صفوف حركة انتصار حريات ديمقراطية، ظهر الميصاليون فاصلة، المركزيون فاصلة، الحياديون بين قوسين اللي هما الثوريون. صح عليك، بشوف شحال عندنا، طرف واحد، طرف اثنين، طرف ثلاثة. كي نتكلموا على الطرف الثاني والثالث واش نقولوا؟ الأخيرتين هكذا، أو الأخيرين، لأنه هذو ما رجال الأخيرين الثورية فاصلة. فقرر الأخيرين تشكيل ماذا؟ اللجنة الثورية للوحدة
والعمل. نعاود لكي المركزيون اللي قالوا قيادة جماعية تاع حركة الانتصار، والحياديون اللي هما الثوريون ما جاو مع هادو، ما جاو مع هادو، كانوا امنوا بالثورة، كي اجتمعوا مع بعض شكلوا لنا اللجنة الثورية للوحدة والعمل. هكذا لكي اللجنة وين شكلوها لنا؟ راه عندنا التاريخ تاعنا نعاودوا نكتبوه، معليش، 23 مارس 1954. والتي واش درت لنا هذه اللجنة الثورية للوحدة والعمل؟ عقدت عدة اجتماعات ولقاءات سرية تحضيرا للثورة، كما آخر لقاء لعقدته جبهة التحرير الوطني في 23 أكتوبر 1954، وفيها تم الاتفاق على جميع النقاط واللي تسمى باجتماع الحسم. أحبتي التلاميذ، نروح إلى السؤال الموالي. ما هي الصعوبات التي واجهتها الثورة في عامها الأول؟ قالك بلي الثورة التحريرية تاعنا من 1954، يعني في العام تاعها الأول، لقات بزاف صعوبات. من بينها وشنو هي ليكيب؟ باينة بلي حنا الثورة تاعنا بديناها والسلاح اللي كان عندنا برك هو بندقيات الصيد، يعني مكحلة. هذا واش كان عند الجزائريين. في المقابل فرنسا كانت عندها أسلحة جد متطورة. يعني هنايا في البداية واش كان عندنا؟ كانت عندنا صعوبة جمع السلاح. دخلتنا بعض الأسلحة من تونس وليبيا، ولكن أسلحة بكمية قليلة جدا، وبالتالي العربي بن مهدي واش قال لهم؟ قال لهم سلاحكم بين أيادي أعدائكم، يعني لازم نعتمدوا على حرب العصابات، أسلوب الكر والفر، لازم تخدع الفرنسي وتنحي له السلاح. هكذا ليك صح. واش نديروا لهنا؟ الصعوبة الأولى صعوبة اقتناء أو جمع السلاح، والسلاح لازم نجيبوه من الخارج. ثاني صعوبة ليكيب اللي هي صعوبة إقناع الشعب بالثورة التحريرية. دير في بالك بلي الشعب الجزائري سنة 1954 بزاف من الشعب الجزائري اللي كان خايف من فرنسا. علاش؟ يقول لك كيفاش هذه فرنسا؟ الأمير عبد القادر والمقراني وأحمد باي وكبار ما قدروش يخرجوها من بلادنا، حنا نديروا هذه الثورة وما عندناش وسائل وكذا وراحين نخرجوها. ولكن جبهة التحرير الوطني بقات تعبأ في الشعب الجزائري من خلال بيان أول نوفمبر، من خلال عدة وثائق، باش يلتحق بالثورة ويخدم هذه الثورة، والحمد لله وصلت المبتغى تاعها اللي هو تحقيق الاستقلال سنة 1962. واش نديروا له ليكيب؟ صعوبة إقناع الشعب، واش من الشعب الجزائري أكيد، بمن؟ بالثورة التحريرية أو الالتحاق بالثورة. واش عندنا ثاني ليكيب؟ حنا شفنا بلي الجزائر في البداية بدينا الثورة في عامها الأول، قسمت جبهة التحرير الجزائر إلى خمس مناطق. المنطقة الأولى اللي هي الأوراس بقيادة مصطفى بن بولعيد، المنطقة الثانية اللي هي شمال قسنطيني بقيادة ديدوش مراد، المنطقة الثالثة القبائل بقيادة كريم بالقاسم، والمنطقة الرابعة هي الجزائر العاصمة وضواحيها بقيادة ربح بيطاط، والمنطقة الخامسة اللي هي الغرب الجزائري أو وهران وضواحيها بقيادة العربي بن مهيدي. هذه الخمس مناطق اللي كيف دير في بالك باللي فرنسا كانت مشدة الحراسة والأمن في الجزائر هكذا على الجزائريين، وبالتالي هذو من الزعماء الخمسة العربي بن مهيدي كريم بالقاسم ربح بيطاط وديدوش مراد وجماعة، كي كانوا يتصلوا لازم يتصلوا مع بعضهم باش يجيبوا الاخبار وشو يصرا في ذي المنطقه وشو مفهوم. الاتصال بيناتهم كان صعب جدا، لانه علاش؟ فرنسا صعبت المهمه او شددت الحراسه. واش نقولوا لهنا ليكيب؟ صعوبه تواصل القياديون فيما بينهم. هذه هي ليكيب. أحبتي نروحوا إلى جزء مادة الجغرافيا. الوضعية الأولى اشرح المصطلحات الآتية: عدد التنمية المستدامة، الأمن الغذائي والميزان التجاري. نبدأ أحبتي مع أول مصطلح اللي هو التنمية المستدامة. احنا شفنا أحبتي مصطلح التنمية نعني به الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، أما التنمية المستدامة هو الاستغلال كذلك الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، يعني تلبية حاجيات الشعب دون مساس بحقوق الأجيال القادمة. نقدر نقول هي الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية مع ترك حق الأجيال القادمة، كما نقدر نقول تلبية حاجيات الشعب مع ترك حق الأجيال القادمة. وش نقول لهنا ليكيب؟ التنمية المستدامة هي تلبية حاجيات الشعب دون المساس
بحق الأجيال القادمة. قد نقول كذلك والمحافظة على ماذا؟ على البيئة. تذوك كي دير لي مشروع وهذا المشروع يلوث البيئة، ما راك دير فيه والو، يعني الأجيال القادمة راح يلقاو صعوبة في البيئة. نروح أحبتي إلى ثاني مصطلح اللي هو الأمن الغذائي. الأمن الغذائي، شكون يقدر يأمن الغذاء؟ الدولة. لما تأمن الغذاء للشعب تاعها، كيفاش تأمن الغذاء اللي كيف؟ بالمنتوج المحلي أو بالاستيراد من الخارج. تشوف اطرح أسئلة على نفسك تجيب المصطلح. الأمن الغذائي هو قدرة الدولة على ماذا؟ على تأمين، ولا تقدر تقول توفير الغذاء لشعبها إنتاجا، يعني بوش عندها، أو استيرادا، كما يكونش عندها نسب كافية أو كمية كافية لتلبية الغذاء أو توفير الغذاء لشعبها، تروح تستورد من الخارج مثل ما تقوم به الجزائر. الميزان التجاري لكيف؟ كي تسمع كلمة ميزان قلنا دائما تبدأ بهو الفرق، يعني نديرو عملية الطرح بين ماذا وماذا. كي تسمع التجاري، التجارة هي عبارة عن صادرات وواردات. واش نديرو؟ ميزان تجاري باش نحسبوه، نديرو الفرق، يعني نطرحو قيمة الصادرات من الواردات خلال سنة، هكذا نلقاو الميزان التجاري. نقولو هو الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات خلال ماذا؟ سنة واحدة. يعني كل سنة يقيم الميزان التجاري، إما يكون مربح أو عاجز أو متوازن. روحوا أحبتي إلى العبارات على ما يلي. عندنا العبارة الأولى اللي هي تضخم المدن الجزائرية. قالك باللي المدن الجزائرية متضخمة، واش معناتها؟ فيها عدد سكاني كبير. تفي بالك المدن الجزائرية هذه فيها غير السكان الأصليين اللي من بكري يسكنوا فيها، لا واش فيها ثاني؟ فيها لجنة من الريف. يعني تضخم المدن الجزائرية نتيجة النزوح الريفي. روحوا لهنا لكي تضخم المدن الجزائرية نقصد به اكتظاظ المدن بالسكان، وذلك نتيجة ظاهرة النزوح الريفي. ولا تقدر تشرحها له تقول نتيجة انتقال الناس من الريف والعيش في المدن. روحوا أحبتي إلى العبارة الثانية، اعتماد الجزائر على اقتصاد مورد الواحد. حنا الاقتصاد تاعنا طالع مورد واحد، وشنو هو اللي كيف؟ المحروقات، مورد محروقات اللي هو البترول والغاز. هكذا على من البترول والغاز شحال اكزيستي بالنسبة، شحال النسبة تاعو في الاقتصاد الجزائري؟ نسبته حوالي 97% كامل. واش نصدروا حنا الجزائر؟ 97% ماذا؟ بترول وغاز فقط، وتبقى الاخرى شوية معادن، شوية محاصيل زراعية وغير ذلك. هنايا معناتها الاقتصاد تاعنا معتمد غير على البترول والغاز. كي يرتفعوا اسعار البترول والغاز الاقتصاد راه مليح، كي ينخفضوا الاقتصاد تاعنا يدخل في ازمه اقتصاديه. هكذا اللي كاين. واش نقولوا لهنا؟ بمعنى اعتماد الجزائر الشبه كلي، يعني قريب 100% على مورد المحروقات، بين قوسين البترول والغاز. البترول والغاز بنسبة شحال لكيب؟ 97%. روحوا أحبتي إلى العبارة الثالثة، اختلاف توزيع السكان من إقليم إلى آخر. قالك باللي حنايا توزيع السكان في الجزائر أو تمركز السكان في الجزائر يختلف من منطقة إلى أخرى. حنا على بالنا كما شفنا في الفصل الأول الشتاء تقل كلما اتجهنا نحو من الشمال نحو الجنوب، كذلك السكان يقل كلما اتجهنا من الشمال نحو الجنوب. على سبيل المثال الشتاء أو الأمطار هذا العنصر يتحكم في السكان، كذلك المناخ، كذلك الخدمات وغير ذلك. هكا صح. اختلاف توزيع السكان من إقليم إلى آخر يعود ذلك إلى وجود عدة عوامل طبيعية كما من كالمناخ والتربة والماء زيد والسواحل ولا القرب من البحر والبعد عنه وغير ذلك. هذه عوامل طبيعية. وعوامل زيد، وش من العوامل كذلك؟
عندنا عوامل اقتصادية كالخدمات، يعني الخدمات وين القوام بزاف، المستشفيات، المدارس، المصانع، المؤسسات القوام في المدن، وبالتالي في المدن القوا عدد سكاني كبير، والمدن من كان بزاف في شمال الجزائر، وبالتالي المنطقة التلية تشهد اكتظاظ سكاني كبير. وعوامل اقتصادية كالخدمات، زيد مناطق تواجد الثروات، السكك الحديدية، شفنا باللي كنروحو لاغار دو تران نلقاوهم عمرو بالغاشي وغير ذلك. وعندنا أهم العوامل كذلك اللي هي عوامل سياسية. كي تسمع كلمة عامل سياسي نقصد به توفر الأمن. مادام حنايا الأمن يزيد في المدن تلقى فيها لي بوست بوليس، تلقى الدارك وغير ذلك، نلقاو عدد سكاني كبير. والمناطق اللي فيها الأمن قليل أو بعيد عن السكان نلقاو مناطق شبه خالية. هذه يا أحبتي تلاميذ لحقنا نهاية هذا النموذج. ما عليكم إلا تبارطاجيو هذه الفيديوهات وتلحقوها بزاف تلاميذ يستفادوا منها هكذا إن شاء الله وتديو الأجر معنا. كان معكم الأستاذ قسوم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.